انا اخويا ما بغيتوش يبقى مع المنتخب بزاف ديال الاسباب. اول سبب هو انسان ما كيفكرش بالوطنيه ديالو، لكن ما كتشوف اغلبيه اللاعبين كيجيو من لي ترونجي، يعني ما كيعاوش على اللعبه ديال البطوله الوطنيه. اللعبه ديال البطوله الوطنيه كما الا رجعنا للور غير في 98 و86 راه هما اللي كانوا العمود الفقري ديال المنتخب الوطني، طولمي، باصير، الزاكي، بودرباله. ولكن كما كتشوف دابا ولينا كنشوفوا اللاعبين الاجانب، السبب ما عرفش. وراه نفس اللاعبين كاكبر مثال الحسوني، واش الحسوني ما عيطش عليه؟ لاعب كبير كونترول واعر، لاعب واقف ديال الصح، عيب ما تعيطش هذاك اللاعب. العملود واخا انا ودادي راه ما يساهلش حمل القميص المنتخب الوطني، راه كاينين شي لاعبين اللي كيسالوا يحملوا القميص الوطني بحال الحسوني بحال الحفيظي، كاينين لاعبين اللي مزيانين في البطوله. خليل وزيد خاصو يراجع الاوراق ديالو حيت كاس العالم قرب، كاس افريقيا على الابواب، حنا بغينا مدرب وطني. الا كان فوزي القجع كيتصنت لهذا النداء ديال المواطن، اي مواطن سولتي على خليل وزيد غيقول لك هذاك مدرب هذاك كيفكر غير في راسو ومصلحته. كاع الدول اللي دربهم قبل كاس العالم جراو عليه، ايران، اليابان ودول اخرين، هذاك الدار الافريقي ما يصلحش للمنتخب. اخويا اش غنقول لك، المغرب كامل اللي سول شي من صحافه من جمهور من اي واحد، راه حتى واحد ما كيقنعو ذاك السيد، لا اداء لا نتيجه لا والو، خصوصا خصام ديالو مع اللاعبين حارش زياش ومزراوي وشحال من لاعب، وتا الخطه ديالو اللعب ديالو ما مهم. من نهار جا خويا ما عطاتش شي اضافه في المنتخب، ما بانتش ليا ديك الاضافه اللي غيعطيه هو، ما بانتش ليا. بالنسبه للمدرب انا مع البقاء في هذه الفتره هذه، علاش؟ حيت الرحيل ديالو غنوليو غنبنيو من الزيرو، نعاودو كل شيء من الزيرو. انا مع البقاء فضل مع تحسين الاداء مع النتائج. دابا كنشوفوا غير النتائج بلا بدون اداء. بالنسبه لي هذا المدرب ما عطاش شيء الكثير للمنتخب الوطني. خصنا مدرب بحال فرونار في لا كاليتي ديال فرونار. النتائج كتحكم، يعني المرور للدور الربع النهائي في كاس افريقيا، وصول للنهائيات كاس العالم، احراج منتخبات كبيره من حجم البرتغال واسبانيا. الظلم التحكيمي، لولا الظلم التحكيمي ربما كان يقدر ينتصر على اسبانيا. وهذا بزاف ديال الامور كتخلي ان هذا المدرب، نقدر نقول اعوذ بالله من قولت، انا رايي الشخصي هو هذا المدرب ما يبقاش في المنتخب. هذا رايي المتواضع صراحه، ونتمنى يعتمدوا على شي مدرب اما في كاليتي ديال فيرونا، اما يشجعوا شي مدرب مغربي كيف ما وقع مع بادو الزاكي، تعطاتو الفرصه وصل لا فينال ديال كاس افريقيا. هذا هو الميساج ديالي، وبغينا المغرب يرجعنا للايام الزاهيه، لان المغرب ما شفناش معاه داكشي اللي شفناه مع الرجاء والوداد. وحاليا كاينين مدربين وطنيين فهمتيني اللي عندهم انجازات قاريه وطنيه احسن من المدرب الحالي، والدليل فهمتيني الجاره فهمتيني ديال المغرب لوقيته اللي حيدت هذا المدرب هذا وجابت بالماضي هذا وانجاز ليه هو قاري. كاين الخير في ولاد البلاد، باغ اكزومبل ركراكيرا في الوداد راه سال اللي دار، كاين عموته، كاينين مدربين اللي سالوا يحملوا المسؤوليه الوطنيه ويدافعوا على الالوان ديال المغرب بكل عز وافتخار.